حقائق متنزه الحرية في محافظة الديوانية، وقيمت فعاليات مهرجان أنا عراقي أنا أقرأ بنسخته التاسعة على مستوى البلاد والأولى في المحافظة. المهرجان شهد إقبالا جماهيريا لافتا ومعبرا على مدى اهتمام شرائح متعددة من المجتمع الديواني بثقافة القراءة كونها السبيل المثالي للمعرفة العامة. المهرجان أنا عراقي أنا أقرأ انطلق قبل 9 سنوات في محافظة بغداد، والآن في السنة التاسعة توسع لمحافظات عديدة منها محافظة الديوانية. بلشنا بتحضيرات عديدة للمهرجان الذي يهدف لنشر ثقافة القراءة. فعاليات حلوة أنه نشوف أنه فعالية مركزية بعموم محافظات العراق لإحياء ثقافة العراق، لإرجاع شيء من الثقافة اللي انسلبت بالسنوات الأخيرة، لإعادة حب الحب للقراءة الكتب وحب المطالعة. يعني هي فد ثقافة حلوة أنه تحاول تشجع المجتمع على القراءة. تنوعت فعاليات المهرجان الذي وزعت فيه أكثر من 5000 نسخة كتاب على الحاضرين وبشكل مجاني، لتشمل الفعاليات أيضا فنون الرسم والخط والشعر والتصوير الفوتوغرافي وفقرات خاصة بالأطفال. أنا أقرأ إذن أنا موجود. العراق كان ولا زال بلد الحضارة وبلد الكتابة وبلد التطور وبلد التقدم، وصح حضارة عريقة ومزدهرة في تاريخها، خاصة بمجال القراءة، مجال التدوين والتأليف. وهذا المهرجان اليوم مقيم لإحياء هواية القراءة والمطالعة، وضم عدة فعاليات مثل توزيع الكتب المجانية، فعاليات الأسئلة. وهذا كان لإحياء هواية القراءة لأنه هي من الهوايات المهمة لبناء جيل واعي. زاوية الطفل تحوى على رسم محر وحائط الأمنيات، ثيم لتصوير الأطفال، أشغال يدوية وهدايا، أيضا توزيع أعلام عراقية وأناشيد ومختلف النشاطات الأخرى. إعادة الحياة إلى ثقافة القراءة والتمتع بما تحويه الكتب من معلومات متنوعة بعد الغزو الإلكتروني الذي أبعد الكثيرين عن الكتاب، كانت هدف المهرجان الذي أعطى دلالات متعددة عن ثقافة المجتمع الديواني وحبه للمطالعة. طبعاً كل احنا شاركنا بهدف واحد، انه نرجع شغف القراءة للموجودين هنا. كلنا ندري انه الناس هسه لا تريد تقرأ كتاب، تقدر تنزل على النت وتقرأ، بس هنا احنا قتلنا متعة القراءة، بينما احنا هسه هنا نريد نرجع شغف انه الناس تقرأ ونشجعهم على القراءة. كل المحافظات العراقية جمعت بهذا المهرجان من جميع الأطياف، جمعت بهذا المهرجان في سبيل هدف واحد وهدف معين واحد اللي ركزوا عليه يعني أغلبية اللي موجودين حاليا بالمهرجان، وهو ثقافة وقراءة الكتب. لبرنامج صباح الخير يا عراق، حسين العرباوي، محافظة الديوانية.